السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد صرف معاشات يوليو 2021 بالزيادة 13% الجديد. خليكم معانا أما نشوف الخبر. اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش شهر يوليو 2021، مشيرة إلى أنه سيجرى صرف المعاشات بزيادة قدرها 13% لنحو 10,500,000 صاحب معاش ومستفيد بتكلفة 31 مليار جنيه بدءا من الخميس 1 يوليو 2021. زيادة 13% مع المعاشات يوليو 2021. وأوضحت الهيئة في بيان سابق لها أن زيادة المعاشات جاءت وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الزيادة تزامنا مع صرف معاشات يوليو 2021 بإجمالي 282 مليار جنيه بعد 10 أيام من الآن. ولفتت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات إلى أنه جرى الاستعداد لصرف معاشات يوليو 2021، مشيرة إلى أنه سيجري تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد قبل البدء بصرف معاشات يوليو 2021. وأكد مصدر مسؤول بهيئة التأمينات للوطن أنه يمكن تحساب قيمة زيادة المعاشات 2021 للمواطن من خلال ضرب قيمة المعاش في 13% ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات التي سيحصل عليها من معاشات شهر يوليو 2021، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة تقدر ب 31 مليار جنيه. وبحسب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فإنه جرى التنسيق مع الهيئة القومية للبريد لمنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون لجميع أصحاب المعاشات مؤمنة ومطبق فيها كل الإجراءات الاحترازية. تجهيز ماكينات الصراف الآلي منتشرة على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أنه جرى تجهيز ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية للتعامل مع المستفيدين من أصحاب المعاشات ممن يحملون بطاقة الصراف الآلي ATM، وتقدر تكلفة صرف المعاشات شهريا قرابة 31 مليار جنيه بدءا من يوليو 2021. من جانبه أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.